باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد، أمين. القراءات النهاردة عن الكهنوت. ومعلمنا بولس في رسالته للعبرانيين بيتكلم عن المسيح له المجد، وبيقول: إذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأنه ليس لنا رئيس كهنة لا يستطيع أن يتألم مع ضعفاتنا. لنا رئيس كهنة حاسس بينا وحاسس بحالنا، مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه. الفرق اللي بيننا وبينه انه بلا خطيه. وبعدين يقول: الذي في ايام جسده قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه. مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. في خيط بيربط قراءات اليوم، وهو التقوى في حياة الإنسان لا سيما الكاهن. التقوى بابا شنودة الله يناح نفسه مرة كتب قصيدة للشهداء سماها أبطال، قال فيها: ألهمونا بعض تقواكم فقد أظلم الكون وقل الأتقياء. يعني بيقول ما في ناس هم أتقياء وبيقدموا نفسهم للموت. مال الخلق اللي احنا بنشوفها دي عاملة كده ليه؟ ما في ناس عندها استعداد تموت بتقوى. وأبطال بيقفوا في وجه الموت بقلب جسور. إما لحنا ضعفة ليه قدام الخطية؟ فين التقوى؟ إيه اللي بيخلي واحد قلبه جريء والتاني قلبه ضعيف؟ التقوى. إيه اللي بيخلي واحد مقبل على الموت من أجل الحياة ويخلي واحد تاني جبان قدام الحياة؟ إلا التقوى. الله وضع للإنسان شريعة، ويستطيع كل إنسان تقي أن يلتزم بهذه الشريعة. أما غير الأتقياء فيجدوا أن الشريعة صعبة جدا وثقيلة جدا. وأن بنطونيوس قال: يا أولادي إن كل الوصايا ليست صعبة ولا ثقيلة ولا متعبة. أمال هي إيه بقى؟ هي سراج ونور لمن أكمل طاعتها، للأتقياء. فالنهاردة القراءات يجمعها هذا الخيط، خيط التقوى. كان هناك ملكا اسمه هيرودس، تكلم عنه سفر الأعمال. وهيرودس هذا رفع يده على قوم من الكنيسة ليسيء إليهم، فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف.
وعاد أيضا ليقبض على بطرس لأنه كان عديم التقوى هيرودس. فلما جم هتفوا له أول ما جلس على العرش في حلته وقالوا هذا صوت إله لا صوت إنسان، ظن أنه إله فعلا لأنه عديم التقوى مقفر وخالي من كل صلاح. فتخيل بجد عشان لابس حلة ملوكية أنه ملك بجد، لأنه كان بلا تقوى ظن أنه سلطان وأنه سيد. زي بيلاطس يوم ما قال للمسيح له المجد، لي سلطان أن أطلقك ولي سلطان أن أصلبك، قال له لم يكن لك علي سلطان ما لم تكن قد أعطيت من فوق. السلطان مش من عندك، خلي في قلبك تقوى، اعرف حجمك. فلأنه لم يعطي المجد لله ضربه ملاك الرب فدود ومات، وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. أبونا سربامون كان رجلا تقيا. القراءات تربط ما بين التقوى وما بين الإيمان، يعني الكلام عن التقوى والإيمان. من يقول الناس في ابن الإنسان من هو؟ يطلع مين؟ قالوا له اللي قال إيليا واللي قال يوحنا، وأنتم من تقولون؟ أنا مين بقى في نظركم؟ طب الباقيين ما عندهمش تقوى، وأنتم بتقواكم ماذا تقولون في ابن الإنسان من هو؟ ماذا تعلمكم التقوى يا أولاد الله؟ الإنسان اللي بيجد وصية الله صعبة هو إنسان يفتقر إلى تقوى. عشان كده أبونا سربامون كان يقوم بكل الأعمال الصعبة بمنتهى السهولة، يعني وهو بهذه الصحة المريضة كان بيصوم إلى المساء. بإيه؟ الصحة ما تقولش كده، لكن التقوى تعمل كده. كان حازم جدا وكان رقيق جدا. في ناس من كتر الحزم بتتحول إلى قساة. هو حازم وحنين، إزاي كده؟ التقوى بتعرف تعمل كده. منضبط جدا ومتماسك جدا ومتفاعل جدا. يعني يوم حريق الكنيسة بيبكي وبيعيط وبيرتب ازاي هنصلي قداس والكنيسة لسه مولعة والدخان طالع من كل حتة والأرض سخنة والمية في الكنيسة والهيكل محروق وكل حاجة، جايب الاتنين مع بعض ازاي؟ مش بيبكي ومنهار والناس قاعدين يقولوا له اسم الله عليك، لا، هو بيبكي وهو اللي بيقول لهم اسم الله عليكم. بيعمل الحكاية دي ازاي؟ تقوى، رجل تقي. يوحنا المعمدان عاش في زمن كان يفتقر إلى تقوى، وكان يقول للناس من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي، اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. والمسيح له المجد عاش بيننا بالجسد في وسط جيل كان يفتقر إلى أتقياء، حتى رؤساء الكهنة كانوا بلا تقوى. كانوا بلا تقوى. عشان كده حكى لهم الحكاية بتاعة الكرامين الأردياء.
وقال على الآب السماوي: ماذا تظنون يفعل بهؤلاء الكرامين الأردياء؟ قال: ينزع منهم الكرم ويعطيه لأمة تصنع أثماره. بيدور على إيه؟ على التقوى. الإيمان يرتبط بالتقوى، والذي يحيا في التقوى لا ينحرف في إيمانه. اتنين عاشوا في زمن واحد. أثناسيوس الرسولي وأريوس. أثناسيوس كان تقيا، أريوس كان شريرا. أثناسيوس ثبت على الأمانة، أريوس انحرف في إيمانه. أثناسيوس كتب كتبا في اللاهوت وفي العقيدة، ولم ينحرف في حرف واحد مما كتب. أريوس أخطأ في كل ما قال بسبب التقوى. شوفوا رجال الله القديسين: أنبا أنطونيوس لما راح يزور أنبا بولا في وقت نياحته، كان واخد من البابا أثناسيوس الحلة بتاعته، فلما عرف ان أنبا بولا تنيح رجع الدير، جاب الحلة بتاعت البابا أثناسيوس، راح لبسها لأنبا بولا واخد منه توب الليف وراح اعطاه للبابا أثناسيوس. ليه؟ قال له: التوب اللي خدته منك جديد ارده لك عتيق. خدت منك حلة كهنوتية غالية قيمة، حديك بدلها توب ليف، بس خد بالك صاحب هذا التوب كان المطر ينزل بصلواته، صاحب هذا التوب شهدت عنه السماء إنه الأرض لا تستحق وطئة قدمه. وكانت حكمة من أنبا أنطونيوس إنه يعطي توب أنبا بولا للبابا أثناسيوس لكي يسنده بتقوى آبائه. اللبس اللي أنا لابسه ده بتاع أبونا سربامون، والصليب اللي أنا ماسكه ده بتاع أبونا سربامون. أبونا أعطاهوني هدية يوم رسمتي أسطف، وكان يقدر يشتري لبس جديد. وأنا من يوم ما خدت اللبس بتاع أبونا تعودت إني ألبسه كل خميس عهد وأصلي بيه، لغاية لما أبونا اتنيح فتعودت إني ألبسه في كل تذكارات أبونا لعله يلهمنا من تقواه في هذا الوقت الذي أظلم فيه الكون وقل فيه الأتقياء. مر القديس شيشوي بعد نياحة أنبا أنطونيوس، دخل المغارة بتاعت أنبا أنطونيوس اللي كان عايش فيها،
وأول ما دخل ما صدقش نفسه من الأملة اللي هو فيها. أنا في مغارة أنطونيوس العظيم، ليه أنا أطلع منه؟ فقال في مغارة أسد يسكن ذئب، بيقول على نفسه أنا ما استهلش أني أسكن في مغارة هذا العظيم. أبونا سرغمون من شدة تقواه لم ينل منه المرض برغم شدته، ومن شدة تقواه ظل محافظا على كماله إلى اللحظة الأخيرة. ومن شدة تقواه صار مثمرا إلى هذه الدرجة لما بنعد أسماء الآباء الأسقفة والكهنة اللي تربوا على إيدين أبونا سرغمون. عدنا رقم 40 ولسه مكملين، واللي ما تولدوش على إيده وهو رباهم تعاملوا معه وتتلمذوا على يديه. هذا العدد من الآباء والمكرسين والمكرسات والشعب والخدام والشمامسة والآباء الأسقفة، هذا العدد الكبير اللي حاضر في غياب أبونا سرغمون هو علامة نقاوة المحبة. يعني في ناس كتار أنا شخصيا ما أعرفهمش من الآباء، يمكن يكون أبونا دوماديوس برضو ما يعرفهمش، هم مش جايين لحد. هم جايين من أجل تقواهم ليتزودوا من هذه البركة التي خزنها الله في أبونا سرغمون. أبونا دوماديوس قلنا له عايزين نكتب آية أو مقدمة نطبع عظة من عظات أبونا، أو ننزل له مقالة، أو نطبع له حاجة من كتاباته. فيدوب قفل السكة ولقيته بيتصل تاني ويقول لي لقيت آية بتقول هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ جبتها ازاي دي؟ يعني لبسة. هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ وهي الدنيا عاملة كده ليه؟ عشان خاطر أبونا سرغمون. يطلع مين يعني أبونا سرغمون؟ رجل فيه روح الله، ولا عيل ولا فيه روح رديء. شاول كان فاكر نفسه راجل بطوله وجماله، لكن فارقه روح الله وبغته روح رديء. لكن أبونا سرغمون كان رجلا فيه روح الله. طبعا أنا مش مكسوف وأنا بتكلم على أبويا بالجسد، أنا فخور وأنا بتكلم على أب من آباء الكنيسة. واحد من ضمن من قيل لهم
أقسم الرب ولن يندم أنك كاهن إلى الأبد. واحد من ضمن اللي قيل لهم الرب عن يمينك لذلك يرفع رأسا. واحد من ضمن اللي قيل لهم على هذه الصخرة أبني كنيستي وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، وما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما تحله على الأرض يكون محلولا في السماء. أبونا سربمون عاش كاهن تقي جدا، الله شهد لتقواه والآباء شهدوا لتقواه والشعب شهد لتقواه. لما كان بيجي الكنيسة أسبوع الألام ويقعد هو بنفسه يطلع الستور بتاعت الكنيسة والرايات السوداء والكتب بتاعت البسخة والبشاير، ويطلع المر ويجهز الخل ويجهز كتب أبو غلامسيس والزيت، ويقف يعمل المقصورة بتاعت الجمعة العظيمة، ويقعد طول الليل سهران، ويخلص سبت النور فيقف يفرش الكنيسة بلبس العيد، وبعد كده يروح يريح ساعتين ويرجع. ليه؟ ما الكنيسة مليانة شباب زي الفل، حتى لما كان معاه آباء زي الفل كان هو بيعمل بنفسه. ليه؟ لأنه الكنيسة بالنسبة لأبونا لم تكن يوما وظيفة، والكهنوت بالنسبة لأبونا لم يكن يوما وظيفة. معلمنا بطرس بيقول كان يجب أن تتألموا بتجارب متنوعة كي تكون صفوة إيمانكم كريمة أفضل من الذهب الفاني المجرب بالنار، لتوجدوا بفخر ومجد وكرامة عند استعلان يسوع المسيح، ذاك الذي وإن لم تعرفوه تحبونه، هذا الذي الآن لم تروه وآمنتم به. أبونا سربمون كان بيتعامل مع الله أنه حاضر حضور دائم، مش بس في الكنيسة، لكن كان يتقي الله في كل طرقه. لما كان يروح رحلات الكنيسة في المصايف كان ياخدهم ويطلع الغردقة، يروح شرم الشيخ، يروح أي مكان، كان يسيبهم على البحر يبلبطوا وهو يقعد في الأوضة يصلي ويقرأ ويحضر ويذاكر ويكتب ويسجل. طب ايه الفرق بين الأوضة اللي انت قاعد فيها والأوضة اللي في بيتكو؟ ايه اللي جايبك المشوار ده كله؟ هنا سربمون من أجل التقوى الله أعطاه أبوة نادرة نفتقر إليها جدا في هذه الأيام. شهد له أنه بار في زمن نفتقر فيه جدا إلى الأبرار. النهاردة كل واحد بيقرأ كلمتين يتصور نفسه عالم، ويتصور نفسه فيلسوف، ويتصور نفسه مستنير، ولعدم تقواه ينحرف ويتكبر ويتصلف. أبونا سربمون كان غزير العلم في كل أنواعه، لا سيما العلوم الكنسية ولا سيما العقيدة واللاهوت،
كان غزير العلم، ومن أجل تقواه عاش متضعا، عاش متزنا، عاش سليم الإيمان، سليم الفكر. معلمنا بولس بيقول على ناس فاسدي الذهن عديم الحق يظنون أن التقوى تجارة، بيفتخروا بالتقوى، لو صلوا يفتخروا بصلواته، ولو مدوا إيديهم يفتخروا بعطاياهم. يقول تجنبوا مثل هؤلاء، أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. التقوى يلزمها أيضا قناعة، وأبونا سربامون كان قنوعا جدا بكل شيء. أبونا سربامون في بداية حياته عاش فقيرا جدا، ومع ذلك كان قنوعا جدا، وأصابه المرض. أبونا سربامون كان عنده ودن يكاد يكون ما بيسمعش بيها طول عمره، ولم يتذمر يوما واحدا. خلي بالكم إنه هذا المرض كان صليبا ثقيلا، وكان أحيانا يتسبب في إن أبونا يبقى مشدود لأنه مش سامع اللي بيتقال، ومع ذلك احتمل بشكر. والملف بتاع مرضه كاتب عليه صليبي الذي احتملته بشكر طول حياتي. سمة من سمات رجال الله. فمن له هذه الروح يستطيع أن يواجه العالم كله بمنتهى القوة وبمنتهى الجراءة، ولا يخشى ولا هيرودس في حلته الملوكية، ولا يخشى. الكنيسة اللي احنا فيها دي بنيت ببركة ربنا، بركة العذراء أم النور اللي بركتها بالظهور أثناء المباني، وبإيمان وبجهاد وبتعب أبونا سربامون. أتذكر يوم أبونا ما اشترى البيت اللي احنا واقفين فيه. الكنيسة كانت النص ده، الجمعية اللي أبونا لما جه لقاها، كان في بيت تاني أبونا اشتراه. وفي يوم بعد القداس أبونا بعد ما رش المية قال للشعب ما تمشوش، وراح مشمر التونية، وكان حاطط مرزبة جنب الهيكل، راح واخد المرزبة وعلى الحيطة بتاعت الشرقية وبدأ يخبط فيها يكسر لغاية ما فتح طاقة في الحيطة ودخل منها في البيت الجديد، وبدأ يقول خين فران ويعمل تمجيد للعذراء مريم. كنا احنا عيال قد كده،
أبونا سربامون بإيده بقية الشعب بقى يعملوا إيه؟ كنا الأطفال الصغيرين بنلم المسامير بتاعة الخشب المسلح ونقلع البلاط بتاع الكنيسة القديمة، ومسكنا الأواديم في إيدينا نحفر في الأساسات، وإيدينا تفقفق من المسكة بتاعة الأدوم. أعتقد كل حد من اللي موجودين في الكنيسة أبونا كلفه بعمل في الكنيسة، فمن تقواه غرس وسقى وعلم وكبر وكتر، فبقت كنيسة العذراء إمبابة من أكتر الأماكن. ويعني لازم الآباء يعملوا إحصائية، كنيسة تطلع أكتر كنيسة ولا في حد زيها في عدد الآباء اللي خرجوا منها واللي ما زالوا بيخرجوا منها. أبونا كان تقيا في صلواته، فكان يصلي بالروح، كان تقيا في دموعه ولم ينخدع بها، كان تقيا في حزمه. مرات كتيرة كان ممكن في البيت يكون في حد في الكنيسة أبونا مزعق له، فيتصل عايز يصالح أبونا وأبونا تقلان، فماما ترد على التليفون وتقول له طيب بس استنى، فتروح تقول لأبونا أبونا فلان على التليفون وعايز يكلمك. أبونا يقول لا مش مكلمه، تقول له بس ده غلبان، ده هو نفسه تسمع بس صوته، ده بيقول عايز يجي لك لغاية هنا، ده تعبان يا أبونا، ده مسكين، ده عنده مرض كذا. ده يروح أبونا واخد التليفون ويكلمه وهو بيعيط. أبونا سربامون قرأ لكل الكتاب المتزنين والأمناء، وأيضا الغير متزنين، وأحيانا للمنحرفين فكريا، قرأ للجميع، ومع ذلك كان متزنا في تعليمه، أمينا في إيمانه، مخلصا للكنيسة ولإيمانها ولتعليمها. متناقضات كثيرة كانت في حياة أبونا سربامون لم يكن ليجمعها كلها في شخصه لولا أنه كان تقيا. معلمنا بطرس بيقول أيها المحروسون بقوة الله بالإيمان للخلاص المستعد أن يعلن في الزمان الأخير الذي به تبتهجون الآن يسيرا. أبونا كان بيبتهج بالإيمان، لما يتكلم أي كلام في أي قعدة في أي عظة في أي مناسبة تلاقي كلامه محاضرات لاهوتية في بساطة وفي عمق، وسبغ هذه الصبغة أيضا على أولاده. من تقوى أبونا سربامون إنه سيدنا أنبا موسى يجي بنفسه عشان يحضر ويشارك في هذه الذكرى. نقول لسيدنا شكرا سيدنا ربنا يعوض نيافتك ويدي لك الصحة ويديم أبوتك ومحبتك، ونشوف في نيافتك وفي الآباء سيدنا أنبا يسطس وسيدنا أنبا يوحنا وكل الآباء الكهنة الموجودين، نشوف أبوة المسيح التي من أجل أن نراها أعطانا الله كهنوتا، لكي كل من يريد أن يتطلع في المسيح يتطلع في الكهنوت. النهاردة وأنا لابس لبس أبونا سربامون
بقول له يا ابونا ألهمنا بعضا من تقواك، لأن الكون أظلم وقل الأتقياء. ربنا يعوض الكنيسة بابونا اللي أصبح في قوة أعظم، وأصبح معين لينا بقوة أكثر، وأصبح ملهم لينا في الإيمان وفي الحق وفي التقوى وفي الإخلاص وفي الحب. ونقول لكنيسة العذراء بآبائها وشبابها وشعبها وشمامستها وخدامها والكشافة وكل الكبار والصغيرين وكلكم، ربنا يعوضكم وربنا يجعل المكان عامر بحس سيدنا أنبا يوحنا وتسابونا زخرياس وتسابونا متى وتسابونا أنطونيوس وكل الآباء، ويعطي لكل الآباء الموجودين العمر الطويل ويديم كهنوتكم كلكم، ويعطي لكل الشعب قوة ونعمة لنعيش كما علمنا أبونا سربامون، لنصل لملكوت السماوات، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.